نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينكر وجود الجن فما حكمه؟ كافر بالله، اللي ينكر وجود الجن كافر بالله عز وجل. أما الذي يقر بوجودهم ولكن يقول إنهم لا يمسون الإنسان، ينكرون المس، هذا شيء آخر، هذا خطأ، الكلام هذا خطأ، لأنه إنكار لأمر واقع، هذا قول المعتزلة، ينكرون المس ولا ينكرون وجود الجن. الجن عالم موجود، والملائكة عالم موجود، وإن كنا لا نراهم لكن نؤمن بهم بموجب الأخبار من الله ومن الرسل، نؤمن بوجودهم. نعم. ففيه فرق بين من ينكر وجود الجن، هذا يكفر بالله عز وجل، ومن ينكر مسهم للإنس وإصابتهم للإنس، فهذا خطأ، ما نقول أنه يكفر لكن نقول أخطأ في هذا. نعم.